مشاهدينا نربط الاتصال الآن مباشرة عبر الهاتف مع عادل بركات رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين. سيدي أهلا بك. أهلا وسهلا. ما هو تعليقكم بخصوص ما جاء على لسان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال هذه الجلسة بمجلس المستشارين حول موضوع الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19؟ وفي الحقيقة احنا كنا تنتظر من رئيس الحكومة يجي في مداخلة ديالو بحلول اللي هي سريعة اللي تضمن حقوق ديال الشغل وتضمن الحقوق ديال جميع القطاعات الاجتماعية، ولكن المداخلة ديال السيد رئيس الحكومة كانت مداخلة تفصيلية وكانت ربما حاصلة لمجموعة ديال الاجتماعات اللي تيدير. حنا اليوم كان سؤال وجيه للسيد رئيس الحكومة، بغينا يعطينا حلول والمنجزات اللي تحققت في هذا الحوار الاجتماعي. اليوم ما عطاناش حلول، ما عطاناش منجزات، عطانا حصيلة لمجموعة الاجتماعات. هادشي اللي كاين. طيب ما هي الانتظارات التي كنتم تعلقون الأمل عليها في خلال من خلال مداخلة رئيس الحكومة؟ اليوم 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 في الحقيقة احنا لا نعلق أملا على المداخلة ديال رئيس الحكومة، وربما الجميع يعرف جائحة كورونا والتداعيات ديالها على القطاعات الاجتماعية. ربما جائحة ديال كورونا لم يسلم منها أحد في أنحاء العالم، ولكن ربما الدول المتقدمة والدول المجاورة استطاعت أن تخرج من هذه الأزمة واستطاعت أن تضمن جميع الحقوق المكفولة لا دستوريا ولا اجتماعيا لهذه الفئة. اليوم حنا تنشوفوا مجموعة ديال القطاعات متدهورات وتضررت جراء جائحة كورونا، كانت متضررة وكان أمل في مجموعة من الحوارات الاجتماعية مع الحكومة أن على أساس أن تنقد ماء الوجه ديال هذه القطاعات وتحسن المستوى المعيشي ديالهم وتحسن مجموعة ديال الأمور، ولكن للأسف جات الجائحة أنها زادت عمقات الهوة ودارت نقدروا نقولوا كوارث إنسانية في هذه القطاعات الحقيقة. واليوم نقدروا نقولوا بأنه التغطية الصحية التي هضر عليها السيد رئيس الحكومة هو ورش ملكي، هي ثورة في الحقيقة في بلادنا، ولكن قادها صاحب الجلالة ملك البلاد، ولا داعي أن رئيس الحكومة أو الحكومة كافة أنها تبناها هذا الورش، لأن لولا صاحب الجلالة لكان هذا الورش ما يخرجش للوجود. هذا ربما غادي يساعد بعدا أولا اجتماعيا في القطاع الصحي أن غادي يعاود يغطي مجموعة ديال 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 الشوائب، وغادي يقدر يخفف المعاناة على هاد المواطنين. حنا كنشوفوا كما قلت في القطاعات الاخرى، سواء المقاولة السيد رئيس الحكومة يقول بانه اليوم المقاولة انها طلع لوطو ديال المقاولة وما الافلاس ديال المقاولات ما كاينش، والمقاولات عطى واحد العدد ديال 22%. واش اليوم المقاولة كانت متضررة وجاءت كورونا وزادت تضررات، ورئيس الحكومة يقر بنفسه وامام مستشارين ديال الامه بان المقاوله ماشي متضرره. اليوم الدعم اللي كان الدعم راه زاد، الدعم اللي تعطى للمقاولات دعم بسيط جدا. اليوم نقدر نشوفوا لوطو دو كرياسيون ديال لي زونتربريز ما كاينش. اليوم فاش تنقولوا حنا من هنا سنه كانت الجائحه، نقدروا نقولوا ما كاين 0.0% دو كرياسيون ديال لي زونتربريز، وإلا ما تيكونش لا كرياسيون ديال لي زونتربريز كنقول لاكتيفيتي بأنها راه واقفة. نمشيو للمهنيين اللي تيشتغلوا يقتاتون على المعيش اليومي ديالهم. اليوم أنهم في حالة لا في حالة يرتلى. نمشيو لي زونتربريز لو كوتي توريستيك، اليوم الناس خداو أقساط، خداو قروض من لي بنك، والحكومة ما خداتش بعين الاعتبار هادشي. اليوم كاينه الجائحه والناس ما خدامينش وملزمين انهم يخلصوا لي تريت ديالهم. راه هنا تدخل ديال الحكومه خصو يكون. اليوم واحد لونتربريز الا كنتي متفقه معايا الاخت، واحد لونتربريز توريستيك اليوم ما خداماش لاكتيفيتي حابسه، وتنقولوا لها تخلص لنا القروض ديالنا. اليوم الحكومه عندها اليه ديال الضغط على الابناك. الابناك راه لوبي ديال الابناك، راه عندنا اربعه ديال الابناك ولا خمسه اللي شادين لو مارشي ناسيونال. ما يمكنش خصهم يديروا ديزيشيونس لهاد الناس، يخليهم تيشتغلوا. نعطيك لو كوتي ديال لاسيغونس تاع هما الناس في الحجر الصحي، نهضروا غير على الناس لا المقاولات ولا الناس الذاتيين العاديين. واش واحد السيد عنده حجر صحي
سنه ما خدمش الطوموبيل ديالو ويخلص لاسيغونس ديالو. دونك هادو هما التدابير، هادو هما اللي خصو يقول رئيس الحكومه، ما يقولش بان تطورنا في الحوار الاجتماعي وهذا، وخصو يعطينا بدائل حقيقيه باش ينقذ المقاوله وينقذ مجموعه ديال هاد المهنيات. هادشي اللي مطالب رئيس الحكومه يقول لنا اليوم. طيب، رئيس الحكومة تحدث عن إنشاء خلية خاصة لتتبع المذكرات والشكايات والاقتراحات وكذلك المراسلات لتدارسها بعناية كما قال، وبكامل المسؤولية المتعلقة باحتواء أزمة الجائحة. ما رأيك في هذا الأمر؟ جميع ما قاله رئيس الحكومة يبقى مجرد كلام. جميع المذكرات وجميع المحاضر وجميع الاتفاقات اللي تم الاتفاق ديالها مع ممثلي النقابات كامله محصوره في محاضر اتفاق، صافي كاينه في الرفوف تيدار الاتفاق وراه هي محطوطين المذكرات محطوطين. احنا ما نطلب وما نريد من رئيس الحكومه يعطينا البديل ويعطينا الحلول الى المذكرات. المذكرات عطاهم الله، احنا داروا مذكرات ديال المهنيين، داروا مذكرات ديال المجموعه ديال القيادات، شنو هما الاجراءات اللي خصو يدار؟ وحنا طالبنا حنا نطالب كفريق الاثار المعاصر، طالبنا لا ما مره ما جوج، علاش ما يداش واحد؟ طالبنا بمقترح قانون لاحداث مجلس اعلى للحوار الاجتماعي، يكون مجلس اعلى كما ديال التربيه والتكوين، يكون مجلس اعلى، علاش ما يكونش ديال الحوار الاجتماعي اللي يناقش فيه هذه المشاكل؟ ماشي اي مره كانت عندنا ازمه، عندنا ازمه ديال كوفيد اجي ونشوفوا النقابات ونشوفوا الممثلين ديال هذا الشيء غيله ونشوفوا الباترون ونشوفوا، لا خصو يكون واحد المجلس اعلى يولي اهميه لهذا القطاع، مجلس اعلى للحوار الاجتماعي. ولكن رئيس الحكومه ما تجاوش معنا في هذا المقترح. طيب سيد بركات، هناك من يعتبر ان الحكومه المغربيه تواجه هي ايضا اكراهات عديده خلال هذه الازمه. في الحقيقه لم تسلم اي حكومه في العالم من مواجهه اي حكومه، لا تسلم الا كاين الحكومات اللي تحترم منشاها وتتولي اهميه لهاد الناس الا وتشتغل وتلقى حلول. حنا الجاره الاسبانيه، غير الجاره الاسبانيه حنا لبعد كيلومترات عديده من قليله من الجاره الاسبانيه، الجاره الاسبانيه فاتحه حوار مع الناس ديالها وتتخلص الناس ديالها وخدات تدابير مهمه ومؤسسات الحوار الاجتماعي مع النقابات ديالها وكل شيء. اشنا هو الفرق؟ ربما احنا ما غاديش نحملوا نقولوا اليوم الحكومه خصها تجي تشق لنا البحر وتقول تلقى لنا الحل دابا، ولكن خص يكون انفيزيبيليتي كاينه واحد لونتونت تكون كاينه. احنا فاش تنخرجوا للشارع تلقاو الناس متضرره ومكرفسه وهذا، راه ما غاديش نجوجوا الحكومه نقول لها عندكم الحق. الحكومه خصها تفتح حوار مع الناس وتلقى حلول. الى ما لقاتش حل ديال 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 100% تلقى حل ديال 50%، تلقى الحل ديال 30%، ولكن ما غاديش نقبلوا انها ما تلقاش حتى حل. وهذا الشيء لا نحمل المسؤوليه الحكومه تسد العثماني، الحكومات السابقه كذلك راه فشلت في الحوار الاجتماعي، ماشي غير الحكومه ديال 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 سعد العثماني، حكومه بن كيران عباس الساسي راه فشلت في الحوار الاجتماعي. والى ما قويناش هذا هاد القطاعات الاجتماعيه وما قويناش الحوار ودعمنا الشغيله ديالنا ودعمنا، راه ما غاديش ما يمكنناش غادي نتقدموا، بلادنا غادي تقدم امبوسيبل. ما يبقاش لو مونوبول كما قال رئيس الحكومه بان كاين دعم للقطاعات ديال النتيج. واش حنا دعمنا قطاع ديال النتيج باش نقادوا لي بافيت؟ هذا هو الدعم. وفين هما القطاعات الاخرى؟ واش حنا عندنا القطاع الصناعي فيه غير صناعه ديال لي بافيت؟ طيب ولا الكول ولا سي با سا، ماشي هكا. احنا عندنا قطاعات متعدده في الصناعه وعندنا في التجاره وعندنا في الفلاحه وعندنا المهنيين وعندنا هادو مجموعه ديال الامور اللي خصها تلقى لها حل. ونقدر نقول لك الاخت الكريمه بانه راه كاين شي تدابير اللي هي بسيطه. نرجع لك مثلا الناس اللي كانت ازمه، اذا كان الناس ازمه وخروا له شويه الاقساط ديال لي كريدي ديالو، اللي عنده شي شرا شي ترونسبور. واش لا يعقل اليوم الناس واخدين دي ترونسبور توريستيك سورتو في لي فيل الكبار عندنا في المغرب، حنا مراكش مثلا اكادير طنجه، مناش تيعيشوا هاد الناس؟ تيعيشوا من لو دومين توريستيك، متفق معايا الاخت؟ ولكن اليوم الناس واخدين لي ترونسبور واخدين هذا تيجيو تيحجزوا لهم على لي ترونسبور باسكو ما خلصوش، راه ما خدموش، سي نورمال، راه ما يمكنش. راه كون خدم وما خلصش ندير معاه لا بروسيدور، ولكن الناس ما خدموش. هو هادو مسائل بسيطة اللي الحكومة خصها تدخل فيها، تقاد شوية الأمور مع الناس ديال هاد الدومين هذا. طيب عادل بركات، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، شكرا جزيلا لك.